في تحليلاتهم ونشراتهم يعتبرون أن السياسة الإيرانية أدت إلى فشل كبير في المنطقة، لا سيما التقارب بين إسرائيل والدول العربية، والخوف المتزايد بين جيران إيران بشكل عام، وبروز هذا المحور التركي القوي الذي يهدد إيران داخليا بشكل كبير. سيد يوسف، ما دام الوضع هكذا كما وصفه دكتور إلداد بأنه لا يوجد شيء حاليا وأن إيران عمليا تريد صرف النظر عن مشاكلها الداخلية، هل هي مصادفة أن وزير خارجية أرمينيا وصل اليوم إلى إيران لتطمينها بأنها ليست أي أرمينيا ضد أي ضمن أي مؤامرة ضد إيران؟ تحياتي لكم ولضيوفكم ولمشاهديكم الكرام. إيران في الواقع ليس اليوم وليس بالأمس تدعم أرمينيا، بل منذ إنشاء دولة جمهورية أذربيجان في 1991 أخذت إيران الشيعية تدعم أرمينيا المسيحية ضد جمهورية أذربيجان الشيعية. فهذا من عجائب الأمور، لكن في السياسة ليس عجيبا. لماذا أقول ليس عجيبا؟ لأن ما قاله خاكبور، الجنرال خاكبور قائد القوات البرية الإيرانية، فيه نوع من الصحة. هو قال نريد أن نضرب الإرهابيين في أذربيجان وكردستان، وأنتم ذكرتوه في تقريركم. بالضرب هؤلاء ليسوا إرهابيين، لا المناضلين الآذريين في إيران ولا المناضلين الأكراد في العراق الذين يناضلون من أجل حقوقهم الطبيعية، من أجل أن تكون لغتهم رسمية في مناطقهم، أن تدرس لغة الأم وليس اللغة الفارسية تفرض على الكردي والآذري والعربي والبلوشي. فمشكلة إيران الآن مشكلة بنيوية، أزمة بنيوية، أزمة الدولة الأمة في إيران، أزمة الدولة الأمة اللي أقامها الشاه رضا البهلوي قبل 100 عام تحت شعار الدولة القومية، دولة واحدة، لغة واحدة، لكن قومية سيد واحدة. قبل أن أعود إلى سيد أليف، يعني هل ما تقصدانه أن كل هذا مصادفة، هذه زيارة لوزير خارجية أرمينيا وهذه التحذيرات الإيرانية، كل هذه مصادفة ولا يوجد شيء، وإنما هناك مشاكل بنيوية عامة تريد إيران صرف النظر عنها؟ لا يوجد صدفة في هذا الموضوع. سوف أعود لك سيد أليف، أنا قصدت أن أبقى مع سيد يوسف قليلا، سوف أعود إليك بنفس الجزئية سيد أليف، تفضل سيد يوسف. سيدي، في تموز الأحواز ثارة، وسمعتم وأنتم كانت عندكم برنامج عن انتفاضة تموز في عربستان في الأحواز، والأكراد الآن يناضلون من قواعدهم في إقليم كردستان العراق، والآذريين أيضا ليس لهم قواعد في جمهورية أذربيجان، بل هم يستلهمون دولة أذربيجان اللي تأسست قبل 30 عاما. فالجمهورية الإسلامية لا تريد شيء، ودولة اسمها جمهورية أذربيجان، هاي كل المشكلة. هذه أنت كل القضايا الأخرى فرعية. هل كانت إسرائيل في عام 1945 عندما أذربيجان أعلنت أنها ذات حكم ذاتي في عهد بيشاوري، أعني أذربيجان إيران؟ لا، بل كانت أمريكا. أمريكا تدخلت لصالح شاه إيران وضربت الحكم الذاتي في أذربيجان إيران، وهكذا جمهورية مهاباد. فكل هذه الأمور مسائل الآن بدأت مع الانقلاب الانفورماتيك، الانقلاب الانترنت والفضائيات، وهذه أصبحت هذه الأمور أكثر حدة. فإيران ترحل مشاكلها إلى الدول الأخرى، لكن هي تعاني من أزمة
طيب نعم سوف أعود لك سيدي أعود إلى سيد علي. أفلست أيديولوجيا وسياسيا و يعني وصلت الفكرة. وصلت الفكرة سيد علي، فطالما اعتبرت هذه المنطقة منطقة القوقاز والدول السوفيتية السابقة هناك الباحة الخلفية لروسيا، روسيا برأيك كيف تنظر إلى هذه النفوذ المتنامية لعدة قوى سواء كانت تركية أم إيرانية والآن الحديث عن إسرائيلية؟ روسيا قلقة، روسيا قلقة من أي حالة عدم استقرار أو حالة حرب بين أذربيجان وأرمينيا، وفي هذه المنطقة بالذات يعني هناك مصلحة لروسيا بأن تبقى على علاقة مع إيران وتمر من خلال أرمينيا ومن خلال أذربيجان أيضا تتواصل مع إيران بالإضافة لعلاقاتها المباشرة. أرمينيا آسف إيران لها مصلحة أن تبقى على علاقات جيدة مع أرمينيا لأنها من خلال الأراضي الأرمينية هي تصل إلى أوروبا وهذا مهم جدا بالنسبة لإيران. هناك مصلحة أخرى للأتراك، الأتراك يريدون اتصال مباشر مع أذربيجان وهذا الاتصال المباشر وأنا أتحدث هنا عن جغرافيا سياسية، الاتصال المباشر يتطلب أن تكون المنطقة الأرمنية التي تتصل مع إيران تحت الحكم الأذري أو التركي، إذن لابد من احتلال هذه المنطقة وهذا الاحتلال يتعارض مع المصلحة الإيرانية. إضافة إلى ذلك يعني أنا لا آتي بجديد، أنا بالعادة سيطرة الإسلام الشيعي على جميع أنحاء المعمورة، المعمورة بجميعها ترفض ذلك إذا كانت سنية أو غربية أو إسرائيلية أو جورجية أو أذربيجانية أو طبعا إيران لها مكانتها لها ثقلها كل ذلك، ولكن سياستها هي سياسة غير واقعية، سياسة لا يمكن للدولة الحجم إيران أن تسيطر على العالم كله. ما تفعل إيران في فنزويلا، ما تفعل في إفريقيا، ما تفعل في السعودية، في لبنان، في العراق، في كل مكان، هذا أمر. هي دولة متوسطة لها قدرات لها إمكانيات لها احترامها، ولكن لا هي ليست دولة كبرى، وحتى دول الكبرى إذا هي الولايات المتحدة يعني أو الاتحاد السوفيتي لن تؤدي إلى شيء. تقصد هي إيران كان بإمكانها أن تكون اليوم أقوى من يابان أو أقوى من كوريا الشمالية الجنوبية أو أقوى، يعني القدرات والتكنولوجيا والثقافة كل ذلك موجود والثروات لا نهاية لها، ولكنها دولة من الدرجة جيم درجة لها أجندات أخرى يعني. طيب أعود لك سيد يوسف. سيد يوسف لفت دكتور إلداد الانتباه هنا إلى نقطة معينة ألا وهي خلقت هذا الهلال في الشرق الأوسط لكنها في جغرافياتها، أي عندما نتحدث هنا عن جورجيا عن أذربيجان عن تركيا وأيضا الدول التي تحيط بها، هناك حديث عن مساع لربما جزء منها إسرائيلية لإنشاء هذا الطوق أو هذا الحلف وأيضا عقد مصالحة أرمينية أذربيجانية وبالتالي إحاطة إيران من كل النواحي، هل هذا الأمر وارد برأيك؟ شوف أخي، قبل وصول الإسلاميين إلى الحكم في الثورة المسروقة في 1979 اللي قامت بها اليسار والقوى الديمقراطية والوطنية وسرقوها رجال الدين، قبل ذلك كان الشعوب الإيرانية والجماهير الإيرانية ويعني دعمهم للقضية الفلسطينية مرات أكثر من الآن. يعني الدكتور شريعتي المفكر الديني الإيراني يقول إذا تريد يعني تدمر قضية دافع عنها بسوء بشكل سيء، فالنظام الإيراني يدافع من القضية الفلسطينية بشكل سيء. فالآن يعني العديد من الإيرانيين في الواقع متشائمين وغير راضين من سياسات إيران تجاه المنظمات الفلسطينية. بالضبط هو لا 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 يدعم كل المنظمات، يدعم المنظمات المثل الراديكالية، شايف كيف؟ وأيضا سياسات التوسعية في اليمن والعراق وسوريا وما شابه ذلك. فهذه الأمور تؤدي أن يعني أن نرى هذا يعني نوعا ما الناس يعني لا
تدعم القضية الفلسطينية كما كانت قبل الثورة، وهذا أضرت بالقضية الفلسطينية في الداخل الإيراني. زين، في الخارج أيضا نرى أن من خوف إيران إسرائيل بدأت تتحالف مع دول الخليج، بدأت تدعم أذربيجان، بدأت مع تركيا، مع معظم هذه الدول المجاورة، لأن هذا النظام أخي أنا أكدت مرات هنا، هؤلاء أنت لا تشوف العمام، هذا خامنئي يفكر بالتفكير الساساني، بالتفكير الصفوي، هذه سايكولوجية تاريخية منتقلة، تنتقل جيلا بعد جيل، خاصة بعد الثورة، وهؤلاء بعد وصولهم إلى السلطة والثروات. قبل ما تأخذ كثير الوقت أريد أن أعود للسيد علي. سيد علي، فأيضا هناك اتهام إسرائيلي بأن إيران تقف وراء محاولة اغتيال ملياردير في قبرص، هل هي برأيك مساعي إيرانية للانتقام أو للرد أو لمجابهة أي مساعي إسرائيلية وجدت بهكذا أعمال؟ يعني هذه اتهامات بحاجة لإثبات، كل الاتهامات ممكن أن تكون اتهامات سياسية، ولكن حقيقة الأمر في الوقت الحاضر ما يقلق إيران أكثر من أي وقت سابق هو وجود 1500 عنصر من داعش موجود على الحدود الإيرانية الأذرية برعاية من الحكومة الأذرية ورعاية تركية، إضافة إلى 1000 عنصر إسرائيلي موجودين هناك في القواعد العسكرية. يعني هناك نوع من التعاون الإسرائيلي الداعشي التركي الأذري ضد إيران، وهذا مقلق. يعني لو كنت أنا محل أو أي واحد محل إيران سيكون قلق، وقلق جدا. وهذا الأمر ليس يعني اتهام، هناك سفير يعني أذربيجان اسمه فريد شافيير في 28/7/2021، يعني مش زمان، كتب في صحيفة إسرائيلية قال بشكل واضح أن العلاقات الثنائية بين إسرائيل وأذربيجان مؤسسة على مصالح إسرائيل بكل ما يتعلق في الحالة الأمنية لجنوب القفقاس المحاذية لإيران. طيب، سيد علي، فسوف تبقى مع القسم الثاني. أريد جملة سريعة من دكتور إلداد، في ظل كل ما نشهده، هل التصعيد العسكري في المنطقة آت لا محالة؟ لا أعتقد بذلك. للجانبين ليست هناك أي مصلحة في نشوب حرب بين إيران وأذربيجان. الطرفان سيخسران، ولكن لا أحد يمكنه التكهن في ما يتعلق بالمستقبل لصالحها. لصالح إسرائيل، لا، إسرائيل تحب السلام. طيب، أشكرك دكتور إلداد باتر.